بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يا زكريا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وثيقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وقيل الحمد لله